السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس وليد عمارة، منشئ محتوى على قواي. محتوانا على قواي تحفيزي وتعليمي، ازاي تعمل ضبط للطبق بتاعك او طبق الدش في 30 ثانية فقط باستخدام هاتفك من خلال هذا البرنامج. تابعوا معانا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تظبط القمر الصناعي او تظبط الطبق بتاعك في 30 ثانية بس من خلال الموبايل باستخدام هذا التطبيق اللي هو ديرلان. وهنبدأ نعمل كلمة مواصلة. تمام، سماح. هنا هنحدد القمر الصناعي. نيجي على تحديد القمر الصناعي وطبعا نختار نايل سات. شايفين الخط اللي هو منقط ده؟ تمام كده، هيقول ممتازة كده، مجرد نتيجة كلمة ممتاز بس كده. الطبق بتاعنا اتظبط يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا والكل يتابعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.